السلام عليكم، جيسبيغ تكونوا مزيان، صحتكم لاباس، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. اليوم جيتكم بواحد الوصفة سهلة مهلة، وسمحوا لي ما غناخدش من وقتكم بزاف. هاد الوصفة فيها جوج ديال العناصر، فيها القرنفل وفيها السانوج. القرنفل غادي ناخدو 10 ديال الحبات ديال القرنفل، والسانوج غادي ناخدو معلقة ديال السانوج. غادي نديروها في الماء، غادي تغلى. غتقولوا لي يا سهام علاش لايقة هاد الوصفة؟ غنقول لكم تو سامبلومون، هاد الوصفة كتساهم في التقوية والتطويل ديال الشعر. مع الاسف ما كترطبوش لينا، ولكن ها جوج الحوايج كافيين انها تحب انها انهم يعاونونا، لان الكثير من الناس وانتم عارفين مع الهواء، مع التغذيه، مع الشانجمون ديال الجو، يتساقط لينا شعرنا بكثره. دونك الحل الوحيد هو اننا نعاونوا روسنا بوصفات طبيعيه اللي تعاوننا باش نحافظوا على الجماليه وعلى الطول ديال شعرنا. كما قلت لكم 10 القرنفلات، معلقه ديال السانوج، نديروهم يتغلاو. الماء ديالهم مني نصفيوه نخليوه حتى يبرد شويه، نديروه في واحد القاروره بخاخ، نحطوه على جنب. كل نهار نبقاو نديروه في شعرنا بلا ما نغسلوه، كنديروه نخليوه في الشعر حتى ينشف. كذلك مثال الغد، بعد الغد 3 ايام 4 ايام 10 ايام، وقت ما نبقاو نداوموا عليه كيف ما بغينا. المهم النتيجه ديالو اكيده، والحاجه اللي غنقول لكم هو داوموا عليه واستعملوه، ان شاء الله غادي تلقاو داكشي اللي كتمناو، والشعر ديالكم ما غيبقاش يتساقط. وشكرا بزاف، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك، خليو دي كومونتير، علاش لا اقتراحات ديالكم، شي حاجه بغيتونا نهضروا فيها، شي حاجه بغيتوني نديرها لكم، علاش لا، انا هنا راهن الاشاره ديالكم. وشكرا بزاف، ورمضان كريم.